اللاعبين. ده الهدف الأول اللي أحرزه مصطفى فتحي في الدقيقة 69، ثم أضاف من ضرب الجزاء باسم مرسي في الدقيقة 81 هدف نادي الزمالك الثاني، ورد فعل غريب كالمعتاد لباسم مرسي. وفي الدقيقة 93 يحرز هدف الاتحاد السكندري محمد عبد المجيد لينتهي اللقاء بنتيجة 2-1 ويفوز الزمالك بثلاثة بونت ويصعد للنقطة 66 والمركز الثالث في جدول الدوري الممتاز. حديث عن اللقاء ولكن بعد الفاصل.